مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند الأخ حسان مغربي كيعيش سنين طوال في فرنسا. حسان جا المغرب من أجل يزور العائلة، يزور الأصدقاء، ولكن القضاء والقدر له رأي آخر. حسان يلا خارج من الكلينيك مهرس، سبابه الكسال ديال الحمام. كيفاش؟ تبعوا معايا. حسان غادي تعاود لي هذا الكسر اللي هرسك، القلاس ديال الحمام داك اللي كيحك الناس، علاش دار لك هذا الشيء وكيفاش؟ باسكو كنت واحد المره مشيت الحمام وكانت عندي 100 درهم، دخلت الحمام 50 درهم، 30 درهم ديال الحمام و20 درهم ديال الكسال، وملي خرجت من الحمام وبغيت نمشي نشري لك شي كوميسيون ما بقاتش بانت لي هذيك 50 درهم. بقيت كندور كندور كنقول كنشوف الساك كنشوف والو، عرفت هو الكسال اللي خون باسكو هو اللي كان الليل الفوق وشافني ملي درت الفلوس في الساك وانا ما قلبتش. والبارح تلاقيت معاه عند الجزار وقلت ليه انت شفار انت فولور انت شفار، وما عجبوش حالو وما تحاموا عليا وضربوني، ضربوا مني بالزروطه شي جوج ولا ثلاثه بيرسون، ما بقيتش عاقل شحال. او الجزال ديالنا نسيت هزوني ليه الامبولانس، هزاتني من ليه وداتني داتني لوبيتال، ولوبيتال قالوا لي مهرس بيديك خصك دير البلاطر وخصك دير لوبيراسيون باش تداوي. الوغ سي بور سا جينا الصباح مع خالتي، جات خالتي وبنتها، جينا هنا باش ندوزو لوبيراسيون، ودوزت لوبيراسيون الحمد لله كلشي بخير. قال لي باقي واحد الطريف ديال العظام لداخل، مي قال لي اللوكساسيون دابا مزيان، خصني غير ناخذ الدواء وغادي يبراه ان شاء الله. هادشي متى وقع؟ بالليل ولا يمكن البارح بالليل عند الجزار ديال اناسي اللي كيبيع اللحم، وكاين ساندويتش حدا كيصوبوا هذاك الكاسكروت باربيكيو البارح بالليل. وي انت قبل كنتي في المغرب وكنتي البارح كنتي غادي ترجع لفرنسا وتعطلتي في الباطو رجعتي؟ تعطلت في لوطوروت وزقلت الباطو صافي، قلت غادي ما غاديش نبقى في طنجه، غادي نرجع لكازا وغادي نبقى هنا يومين ونرجع ميركوردي، عندي البي ميركوردي خديت واحد البي اخر. وملي رجعت مع الدار خويتها كامله والفريغو خاويه، كتعرف ملي كتمشي للفاكونس، قلت غادي نمشي ناخذ شي ساندويتش عند الجزار حسن باش ما نطيبش. وملي وصلت عند الجزار تلاقيت مع هذوك صحاب الحمام وقلت له يا حشومه خونتي ليا 50 درهم، ما عجبوش الحال وما يضربوني. فوالا نسولك سؤال وجاوبني بصراحه، انت كتشرب؟ واه جو بوا دو طون زون طون. البارح كنت سكران؟ نو هيير جو نافي با بي دو بيير، جي بو لي بيير كو جوست كون جي مونتي ا لا ميزون، جي زافي غاردي بور لو باتو، خليتهم بور لو باتو، قلت غادي ملي نطلع الباتو جو بوا ان تي بو ان تي كو دون لو باتو. مي فو كو هيير جيتي با ماشان، هما باقيين في الطوموبيله وباقيين في الدار، سو انكور ا لا ميزون. يعني انت ملي جيتي لعندو وقلتي ليه خونتيني ودرتي ما كنتيش شارب؟ Non, je n'étais pas charbe, j'étais fatigué parce que j'ai fait 3h30 de Casa, Tanger, Tanger, Casa. Et je n'ai pas réussi à 6h ou quelque chose. Avec l'autoroute, tu sais que tu n'as pas l'autoroute ou la traite de quelque chose. Et je suis allé à la dame et je lui ai dit que je vais prendre ce sandwich. Et je vais manger ce sandwich et je vais prendre la bière dans la dame. Et je vais manger bien et je repose bien. Et voilà. ضربوني تحاموا عليا، جبلوا لي الزروطه، ضربوني بالزروطه، عينيا شتي كي داك كي ولا الا جو سي با الا جو سي با. مازال ما درتيش الشكايه، شنو غدير دابا؟ دابا غادي نمشي للكوميساريا اللي ديال اناسيا باش نقيد به، باسكو عارف اش من حمام هو اللي فيه فين خدام، غنمشي نديكلاري به ولا غادي نمشي للحمام وغادي ناخذ سميتو من عند موالي الحمام وغنمشي نديكلاري به. شتي اللي بقى ليا. شحال عندك في فرنسا انت حسن؟ عندي حياتي كامله في فرنسا، 47 عام ديال فرنسا. كتجينا للمغرب؟ وكنجي هنا باش مشى لينا الوالد العام اللي فات وما قدرناش نجيو، وجينا هذا العام مع الوالده باش نزوروا الوالد، وانا جيت باش نصوب شويه للدار مع الوالده، معايا بوحدها، درنا شويه الصباغه، مشينا لابيش، درنا لابيش على ميغ افيك الدراري، كنحوسو كنجيو كنتهلاو في المغرب، اوني بيان غاسبي لارجون ماروك ميو كو دالي دون لي زوتر اندوا. مي البارح ولا طلع لي الدم، جيت ان بو انيرفي باسكو زقلت الباطو، اون بليس ضربوني هادو، سي با بيان والله، جي با بيان. الله يجيب لك الشفاء يا ربي حسن، الله يجيب لك الشفاء يا ربي. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا، حسن يلح انه يوصل الصوت ديالو في هذه المعاناه اللي عانى هو. بطبيعه الحال الحياه ديالو كله في فرنسا، ولكن هو مغربي، جا المغرب كان غادي يمشي تاع
تعطل على الباطو ارجع. القضاء والقدر هذا لا يعفي على مرتكبي مثل هذه السلوكيات انه كاين القانون. لماذا الضرب والجرح بهذه الطريقه هذه؟ حاليا هو عنده كسر، العين ديالو مضروبه، لماذا؟ هو بطبيعه الحال غادي يكمل المسطره القانونيه والقضاء في الاخير هو صاحب القرار. مشاهدينا الكرام، ما يهمنا هو نحاول ما امكن اننا نساعدوا الناس ديال الجاليه المغربيه بواحد الطريقه ليقه وفي مثل مجموعه من المواقف، لانه هاد الناس ما تيعيشوش معنا بزاف، تيتبعوا معنا بقلبهم بدمهم لانهم مغاربه، ولغه الاحساس هي اللي كيعيشوا معنا بها بشكل كبير، لان الدم ديالنا بطبيعه الحال. ولكن لهم زياره مؤقته، مره تكون مره او مرتين ابعد تقدير في السنه باش يجي للبلاد ديالو. لماذا يكون المآل ديالو هو هذا العنف؟ مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.